لحد ما يتقابل ان شاء الله في السوبر او بعد السوبر او يوم السوبر. يعني مين يكسب السوبر؟ الاهلي. هتقول كده؟ هقول لك الاثنين. بس تعرف انا عاجبني ليه؟ بغض النظر هتقول اهلي او زمالك، دي اول اجابه اسمعها في حياتي لمباراه اهلي وزمالك ما حدش يقول لي فيها ان مباراه القمه خارج التوقعات. انا كنت هقول كده بس لا توسطهالي المره دي ما فيهاش توقعات. ليه الاهلي؟ طيب عشان الزمالك يعني زي الاهلي فايق والزمالك فايق يعني بيفوقوا بالظبط. الاهلي ما ينفعش في سنتين ورا بعض من الاخر يعني يخسر كتير من الزمالك. هيفرق مع الماتش ده قوي، هيفرق مع الجهاز ومع الاداره ومع الجماهير ومع بص ان هو ياخد السوبر او يكسب. بالنسبه للزمالك طبعا هيفرق جامد جدا. قلت لي معلش قبل الزمالك، قلت لي هيفرق مع الاهلي جدا لو الاهلي كسب السوبر مع الجماهير ومع الاداره ومع الجهاز الفني مع اللعيبه كمان. لو خسر يفرق شويه هيحصل رجه شويه وكعب الزمالك هيبقى عالي شويه والراجل ده مش محظوظ زي ما احمد سامي قال وانا بلومه على كده. احمد احنا قلنا انت مدرب كويس وجاي وما ينفعش تقول على واحد بياخد دوري واسم زي ده ان هو محظوظ ياخد البركه منه. لا لا عيب. حتى السن ممكن اقول لك انت قليل فنيا عادي انا انما بلاش دي السن. ف هو الراجل ممكن يكون كعبه عالي شويه. فالنادي الاهلي قلقان من دي شويه لان الراجل بقاله ماتش فيريرا لازم تقلق من النقطه دي. بالظبط. نعم اتفضل يا كابتن. مين يكسب السوبر؟ لا مش عارفها لان نادي الزمالك بيدافع كويس وبيلعب كونتر اتاك. النادي الاهلي مختلف عنه بيعمل بريس فلا مش عارف. انا اول مره ببقاش عارف مين هيكسب ولا بدرجه يعني ما تديش افضليه ولو بدرجه لحد. بص هو ميزه النادي الزمالك بيطول المباراه قوي. لا يبدا في اول 10 دقائق يجيب جول لا اما يفضل مطول للماتش يزهقك لغايه ما تخسر تزهق وتعرف زي الملاكمه لغايه ما تنزل ايدك يروح مديك القضيه. صح. فهو بيعمل كده. النادي الاهلي المدير الفني بيحب يحسم من بدري عايز يضغط من بدري عايز يجيب الجول من بدري. فانا شايف ان الناس برضه لازم تقول له دي بطوله. الاهلي هيلعب بثلاثة ولا باثنين؟ لا هيلعب بثلاثة. انا بقول هيلعب بثلاثة ديفندر. متأكد؟ متأكد. الراجل مش هيغير طريقة لعبه. الراجل عايز يضغط من قدام. وبرونو هيلعبوا ناحية واحد ناحية اتنين واحد عشان طاهر لا اما شريف لا هيلعب اثنين. هو قال ثلاثة. ماشي. هو لعب اثنين. ان شاء الله يعني. لأن هو بيعتمد على ثلاثة والواحد الضغط من قدام. هنرجع ونشوف. هنرجع ونشوف. كابتن محمد شرفت نورت كالعادة. شكرا كابتن. انا بشكرك. شكرا جزيلا كابتن حسن نورتنا وشرفتنا كالعادة. شرف ليا. شكرا.